لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوع ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. أهلا بك أخي الحبيب أستاذ هيثم، أشكرك على تواصلك وحرصك على الاهتمام بمسألة الدعم والتواصل من المملكة العربية السعودية. أشكركم أيها الأحبة الكرام، سامحونا لأن النت بالأمس قد انقطع يعني فجأة. أهلا ومرحبا بكم، أهلا بجميع الأحبة الكرام والإخوة والأخوات. أهلا وسهلا أستاذ شيماء، أستاذ إيناس، أستاذ هيثم، أستاذ سيد حسن. أهلا وسهلا بنور، أستاذ نور، وأستاذ سومة. أهلا بكم، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أهلا أستاذة منال، أهلا كل الإخوة والكرام اللي معنا الآن وكل من سيلحق بنا إن شاء الله في هذا اللقاء الهام، اللقاء الختامي في الثقة بالنفس طريق التميز. يعني بالأمس كان رغم أن الوقت كان حوالي ساعة أو ساعة ونصف تقريبا أو أقل يعني، إلا أنه كان خطاب مهم وكلام مهم. شرفنا بوجود الأستاذ دكتور زكريا سليمان بيومي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وأحد المؤرخين المهتمين بشأن التاريخ الحديث. شرفت به في مداخلة رائعة وجميلة مع حضراتكم من منزله المبارك، وهذه يعني ذكرى جميلة ضمن ذكريات الثقة بالنفس طريق التميز. اليوم أحبتي الكرام ونحن نختم في تطبيقات الثقة بالنفس في الحلقات الأخيرة من هذا الموضوع، هي ليست أخيرة يعني، ولكن هكذا يعني كل شيء له بداية وله نهاية، هي ليست نهاية وإنما هي ابتداء إن شاء الله تكون مجال مهم لحوارنا وحديثنا الذي ربما بدأنا بالأمس من خلال استعراض بعض النماذج على المستوى التاريخي أو على المستوى الدعوي، وربما لديكم أنتم كثير من النماذج على المستوى التعليمي التعلمي أو العلمي بمعنى أصح، ناس أفزاز علميا ولديهم ثقة بأنفسهم وانتقلوا من نقطة الصفر إلى نقطة التميز، معتمدين على الله سبحانه وتعالى ثم معتمدين على ما لديهم من ملكات ومهارات. ولهذا قلنا دائما وأبدا عندما نستدعي مثل هذه الأمور تذكروا، وكأني دائما أتحدث عن مسألة أنه 98 أكثر من كام؟ 90%، 93% ربما من معايير النجاح في الحياة يرتبط بمهارات الاتصال الفعال، 85% منها يرتبط بمهارات الاتصال، قدرة الإنسان على أن يتميز في حياته، قدرة الإنسان على أن يكون له قيمة وقامة في حياته مرتبطة بمهاراته الاتصال، مهارات الاتصال عنده. يعني كم واحد من حضراتكم لو سألته هذا السؤال لديه نموذج في حياته يعلم يقينا انه هذا الرجل تميز تجاريا، تميز علميا من خلال لغة الجسد لديه وطريقة خطابه للآخرين وقدرته وحرصه على ان يبني دائما علاقات إيجابية مع من حوله. هذه مسألة مهمة للغاية علينا ان نعيها ونقف عندها. ربما بالأمس وأنا أتحدث مع حضراتكم وبأكرر سعادتي بوجودي معكم اليوم
ونحن نستدعي نماذج من المتميزين. قلنا بالأمس ونحن نعرض إنه لدينا نصائح كثيرة جدا استعرضتها مع حضراتكم وأنا اتكلمت عنها طوال الحلقات السابقة. من المطلوب أن نثق بأنفسنا وأن نثق بالله سبحانه وتعالى. من المطلوب ألا نردد دائما كلمة أنا فاشل، ما ينفعش أقول هذه الكلمة. لا أعطي فرصة أبدا للوهم أن يدخل إلى عزيمتي والوهن أن يثني إرادتي. لا بد وأن أشغل نفسي دائما بالتفكير في أي شيء نافع، خوفا من تسلق الأفكار الهدامة إلى مخيلتي. ودي مطلوبة في الشباب بالذات، الشباب إذا لم يشغله الوقت انشغل هو عنه. يعني مسألة الوقت مهمة جدا جدا، وبالتالي اشغل نفسك بالتفكير في أي شيء نافع خوفا من تسلق الأفكار الهدامة إلى مخيلتك. التفكير في أمور نافعة في المجتمع، والشباب لديه طاقة هائلة وطاقة كبيرة جدا يمكن أن يستفيد بها في هذا الأمر. اشغل نفسك بالعمل لقتل كل وقت يمكن أن يأتيك فيه الإحساس بالفشل، هذا أمر مطلوب. لا تنقل أبدا ولا تنقلي إخفاقك في حياتك أو في عملك للآخرين. وحافظي دوما، وحافظ دايما أخي الحبيب على هدوءك، لأنه من سمت المتميز وجدانيا وعاطفيا أنه يكون هادئ في غالب الأمور، يزن الأمور. نسأل الله أن يهبنا ويعطينا هذه المنحة من عنده، هذه مسألة مهمة للغاية. في ناس أما بتفشل تفضل تنقل فشلها للآخرين، للأسف الشديد. علينا أن نستدعي دائما ونتذكر أن الشيطان دوره المهم في عمله وديدنه أن يحزن المرء المسلم. هو جهده وجهده ليل نهار إنه يشتغل إزاي يحزننا بأي شكل من الأشكال. فإذا أحسسنا بهجماته فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه قيمة كبيرة جدا نوصي نفسنا جميعا بها، لأنها بصراحة منفذ الشيطان مزعج جدا للغاية، وإصابة الإنسان بالهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا أن نستدعيه. مطلوب من حضراتكم، مطلوب من كل واحد فينا يجتهد إنه يشتغل في إطار العمل الخيري وتنظيم الوقت والجدول بتاع الأعمال والتنزه وزيارة الأصدقاء والقراءة والكتابة والاستخدام أبرز القدرات لدينا. لو سألتكم الآن أنتم معايا أبرز القدرات لديكم إيه؟ الناس اللي موجودة معايا الآن يكتبوا لي كده أبرز قدراتهم إيه؟ ورشة عمل سريعة يعني. أبرز القدرات لدى من هم معي الآن أونلاين، والناس اللي هتيجي إن شاء الله نبقى نسألها. مش عارف هاني، إذا أنت تريد أن تعرف يا هاني حتى تتخلص من أفكارك السلبية، لأن أنت متميز والمفروض أن أنت لديك قدرات، قد تكون لغوية وقد تكون كتابية وقد تكون إنسان اجتماعي بطبعك. حتى لو كنت انطوائي أكيد لديك ملكة معينة تستطيع أن تساهم بها في مجتمعك أو في حياتك إذا كنت طالب أو إذا كنت اتخرجت. سوما بتقول أنا بعرف أتعامل مع الناس جيدا، كويس. يبقى إذا في مجال المجتمع ومجال التواصل الاجتماعي ومجال الخدمة المجتمعية والعمل العام يمكن أن يكون لك دور، بس مرات بتنرفز من بعض الحالات المستعصية، معلش ده بالتدريب نخففه. نور بتقول إيه؟ واحد واحد إيه؟ تكتبي واحد؟ شاطرة والله شطورة، تكتبي رقم واحد. ألف باء، ماشي. محمد بكتب. نور بتقول بحب أتعامل مع الناس. أشكرك شكرا جزيلا، أحب عمل الخير في الجمعيات الخيرية، ممتاز. منال أحب القراءة والتعلم وأستطيع إقناع الآخرين، كويس، مهاراتك مجتمعية عالية جدا. ياسمين مستمعة جيدة وأحيانا أحل المشاكل، ممتاز. شوفوا مهاراتكم مختلفة ازاي وقدراتكم مختلفة.
جنات القدرة على التواصل والإقناع، لكني سريعة الضجر والضيق، بالك مش طويل يعني، تتواصلي وتقنعي ولكن اتقي شر الحليم. إذا غاضب هاني بخطط كتير بس مش بنفس. طيب محتاج حد معاك بقى ينفذ بقى، ما هو انت تخطط ده شيء ممكن غيرك ينفذ، فاستغل هذه الموهبة ان انت تضع لمن حولك خطط وتنفذ القدر اللي تقدر تنفذه. يعني المهم تحط خطة وتنفذ. أحب الأعمال إلى الله يا هاني أدومه وإن قل حتى لو قل. فالعبرة إن أنت تبدأ بحاجة بسيطة تشعر بمتعة الإنجاز ولو كان بسيط، ما تكربس كل حاجة فوق دماغك. أهلا 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 وسهلا أهلا وسهلا، أهلا أهلا بيك يا باشمهندسة كاميل، يا ربنا يحفظك ويبارك فيك ودائما تطلي علينا بالخير. أنا أعتبر بئر لأسرار الناس مع إني مش بلاقي حد يخفف عني. أنت في نماذج كده على فكرة، تستقبل آلام الآخرين ولا تجد من يستقبل آلامها، دي نوعية من الناس كده. كل الناس تقول لي عندك حس رهيف، أنا لسه هقول لك أن أنت من نوعية من الشخصيات ذات الطابع الحسي، وبالطابع الحسي دائما يبحث عن من يحتوي، هو بيحتوي الناس كلها وربما لا يجد أحد يحتوي، لأن أنت كده قدرك في الحياة كده تسمع الناس كويس ويفضفضوا لك وما تلاقيش حد يحتوي ما تريدي أن تقولي. كلام جميل أوي، يا ربنا يحفظك. كتير نور بتقول نفس الحكاية، أنا نفس القصة، أنا زيك. لا، وكاميليا طلعت زيكم اهو، قالت برضو للاسف. انتوا كلكم بقى عايزين حد بقى يسمعكم. كويس والله، فحاجه جميله قوي. شوفوا اما الناس بتعبر عن ما بداخلها، دي رساله جميله قوي للمعلمين، رساله للاساتذه في الجامعه، رساله للناس اللي في البيوت، انه خلوا بالكم. لا مش كتير. انه مطلوب انه الناس تسمع لبعض، مطلوب انه يبقى في باب للحوار وباب للحديث. يا ريتكم تكونوا سمعتوا حلقة حاجتنا الى اداب الحوار. حد فيكم شافها او تابعها بشكل كامل؟ حد تابع الحلقة بالامس؟ طيب بعد اللقاء يا نور بيشوفيها هي على الصفحة عندي، وأنا طلبت من إخواننا في الأكاديمية إنه يبقوا يحطوا الرابط بتاعها ضمن روابط حلقات أدب الحوار اللي مرفوعة على الأكاديمية إن شاء الله. أهم حاجة إن الناس تسمع لبعض، والأهم إن يفهموا. شكرا جزيلا أستاذة إيناس، صح. للأسف راح أتابعها في نهاية الأسبوع بإذن الله. ماشي إن شاء الله، وأنا عارف المهندسين بيبقوا عاملين جدول يعني. ماشي. إذا مطلوب أن نشارك في العمل الخيري وأن ننظم أوقاتنا وجداول أعمالنا قدر الإمكان، نتنزه ونزور أصدقائنا إن وجد، ونقرأ ونكتب ونبرز قدراتنا. وأنا استمعت لبعض قدرات حضراتكم، يمكن معظمها متصل بالعمل المجتمعي اللي احنا محتاجينه قوي. بسطاء محتاجين لحد يفهمهم، الكبار في السن محتاجين لحد يسمعهم. وانتوا شفتوا الموديل، النموذج اللي عرضناه قبل كده بتاع بر الوالدين الجميل الرائع الرائع، اظن انه ايطالي ولا المهم انه مدبلج يعني. الاب اللي ابنه بيعرض عنه في داخل الحديقة، وكلما سأله سؤال اتنرفز عليه وتضجر عليه وتعامل معه بشكل فيه يعني تعالي، وفي الآخر بعرفه ان انت هو وانت كنت طفل سنين، انا كنت بتسألني 21 مرة و30 مرة ده ايه، اقول لك عصفور، وفي كل مرة بشيلك الى الهواء واقبلك، و21 مرة نعم انا بزود شوية عشان اشوف انتوا فاكرين ولا لا. واللي عايز يعد يعد يا كاميليا، ويعني كان راح عندهم. ففي الاخر بيشيله
ويقبله في كل مرة من غير ما يتأذى، وهو فرحان وسعيد. وابنه بيقول له ايه ده يا بابا؟ بيقول له عصفور يا حبيبي، ده يا بابا عصفور يا حبيبي، ويضحك ومبسوط. انما الولد ما طاقش يسمعها من ابوه المسن 3 مرات وزعق فيه. وفي الاخر تنزل الآية الرائعة الجميلة: وبالوالدين إحسانا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. طبعا الوالد راح جاب ألبوم، مش ألبوم الصور، راح جاب مذكراته وقال له اقرأ بصوت عالي. فقرأ، الآباء دول بيسجلوا مذكراتهم، وفي العالم الغربي الناس بتتعود تكتب مذكراتها اليومية بشكل يومي، وإحنا في مجتمع لا نكتب مذكراتنا، ولحد ما بيجي الزهايمر بينسي الناس كل حاجة، وفي الآخر مفيش مذكرات، مفيش استدعاء للذكريات، أو إنه الواقع الذي يعيشه البعض يكون في الغالب واقع سلبي، فيقول لك أنا هكتب إيه؟ كله شتيمة شتيمة، مفيش حاجة كويسة يعني. ثم بتقول هيسجنوني لو كتبت. لا مش هيسجنوك ولا حاجة، لا لا مش هيسجنوك ولا حد هيكلمك. ليه؟ هتكتبي عنهم حاجات مش كويسة يعني ولا ايه؟ وايه فايدة المذكرات؟ احنا عندنا صور، الصور لا تكفي عن المذكرات. الصورة مش كل لحظة بتسجلي الصورة، إنما في مواقف في الحياة لازم تسجل، مواقف حياتية. الصورة جميلة، بس الكلام ده لو هتعملي ألبوم يومي بقى يا ياسمين، فتبقى الصورة تكفي. إنما الصور في مفاصل، في مواقف معينة، أما المذكرات فبيكتب يقول. ليه تتسجل يعني؟ يعني إيه تتسجل؟ لا، بيعلموا الطلاب ضمن مقرراتهم يا ياسمين، ان ضمن المهارات الحياتية كيف تسجل يومياتك، ازاي تكتب مذكرات. ها، امال الروايات العظيمة اللي بتشوفوها بتجيب مليارات الوقت، اللي كتبتها، اللي كتبوها، اتعلموا ازاي يكتبوا مذكراتهم، اتعلموا ازاي يتفننوا في الخيال، صح ولا لا؟ فهم كده، دول انتوا بتشوفوا الروايات المشهورة، الافلام اللي بتكسب مليارات، اصحابها في النهاية ناس اتعلموا ده، اتعلموا ده في المدارس، ومش لازم كل الفصل يطلع يعني كتب ناس مؤلفين، انما بيطلع منهم واحد او اتنين بجد يسمعوا في العالم كله، وده احنا مفتقدينه في مدارسنا، ومحتاجينه قوي، محتاجينه بقوة. مدرس اللغة العربية، مدرس النشاط يأكد عليه. وجنات بتقول احيانا تبقى اشياء على تحتوي على اشياء محبطه، ولو مش ليست محبطه، ما هو مطبات الامس دروس للغد، بتعلم الناس. كنت بكتبها زمان واخواتي اتريقوا عليا. لا لا ابدا ابدا، منها ما هو شخصي ومنها ما هو معلن، ومطلوب احيانا انه الواحد يكتب، ينفس عما بداخله، بالذات إذا لم يجد من يستمع إليه يكتب، وممكن يكتبها من خلال الكمبيوتر، يفتح صفحات له ويكتب. السيد أول معانا، أهلا بك أخ سيد. أنا بكتب سيناريو لتمثيليات بس لنفسي، والله جميل، بس اوعى تمثلها أنت، اوعى تمثلها أنت. فمهم جدا ان احنا انت تكتب وناس تانية تمثل، المهم ما تقومش بالشغلانة كلها يعني، عشان في ناس بتحب تبقى هي كل حاجة، هو الريس وهو الشعب وهو اللي بيتفرج كل حاجة يعني. ماشي الحال، ان شاء الله تبقى كاتب رائع في القريب العاجل، خليك فاكر بس الكلام ده، وتبقى تدعينا كده ان شاء الله لما اسمك ينزل على تتر كده دراما محترمة. المهم تكتب دراما هادفة. كنت أكتب والآن لا أعود لما كتبت، لأني كلما عدت مذكرات بيتجدد الألم. مش لازم ترجع تقرأيها يعني، خليها خليها، المهم إنها هي عبرة، وأحيانا مطلوب أن تكتب، والنسيان نعمة يعني، النسيان نعمة.
ربنا يحفظكم. اصرف نظر تماما عن فكرة وقوعك تحت مراقبة الآخرين يا سومة. اصرفي نظر تماما عن فكرة ان الآخرين قاعدين يراقبوك عشان ما تفقديش الثقة في النفس، ولا تعطي الأشياء أكبر من حجمها وتهول الأمور فوق طبيعتها لئلا تجعل فشلك أمر فيك، ها؟ أمر فيك لازم، والخسارة حليف لك دائم يا هاني. ماشي، اوعى تعطي الأشياء أكبر من حجمها وتهول الأمور فوق طبيعتها، ما تكبرش الحكاية. في ناس كده هي في حاجة تجيلهم تلاقيه اتكعبل وبتاع ومصيبة وحصل لي وعمل لي وبتاع، وماني خلاص مانيش ناجح مانيش عامل انا مش عارف ايه، انا خلاص ضعت، انا ضعت يا رجالة. لا، هو ما هو هنا بقى الثقة بالنفس والتحمل والقدرة على مواجهة الأزمات. هتلطم ليه بقى وتصرخ ليه وتعمل ليه؟ ها كده ما ينفعش. أي منى بتقول لك أنا كنت بكتب شعر ولكن أهملته الآن. الله يسامحه بقى اللي خلاك توقفي كتابة الشعر. الشعر ده ملكة عظيمة وجميلة ورائعة، مهم إنه يبقى موجود لأنه بيثقل الجانب الوجداني. شفت بقى إزاي؟ طيب، تذكر دائما أن الانغماس في التفكير بأنك لا تستطيع التغلب على مشاكلك يا هاني. سامعني يا هاني ولا لا؟ ها؟ سامع يا عم هاني ولا سبتنا ومشيت؟ اوعى تفكر ان انت لا تستطيع ان تتغلب على مشاكلك، ان ده يخليك فشلت في اي قضية تحاول علاجها. وان انت لازم تبقى واقف على ارضية صلبة، مش ارضية مهزوزة. وان ان شاء الله لديك من الافكار الجميلة التي تدفعك إلى الفعل الإيجابي وليس الفعل السلبي. هو ده، أنت محتاج الحافز والثقة بالله سبحانه وتعالى بجد تخليه يتغلب على على مشاكله. شعور أي حد فيكم بالضعف أو ترديده لعبارة أنا فاشل بيخليه فعلا جزء من شخصيته السلبية اللي احنا قلناها امبارح، الصورة الذهنية. الصورة الذهنية والصور الذهنية و الـ 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 هذه النماذج والقبعات بقى، بيلبس بقى قبعة القلق وقبعة الخوف، ويبقى جزء منه انه دايما خايف ومتوتر لانه اعتاد الا يواجه مشاكله. ايه رأيكم في الكلام ده؟ انه لا يريد ان يواجه مشاكله. شفت بقى ازاي؟ هو مش عايز. طبعا هو لا يريد ان يواجه المشكله، وبالتالي مواجهه المشكله مهم، مهم جدا. مطلوب، مطلوب على مستوى الكبار ومطلوب على مستوى الصغار ايضا يا سومه. انت صحيح بقالك 5 سنين درست اللغه العربيه ونسيت المفردات الجميله، لهيك بطلت تشعري بان انت كده، وبالتالي الممارسه، التوقف عن الممارسه مشكله في حد ذاتها، بتعمل نوع من البلاده وبتخلي الناس تهرب بقى مرة أخرى. شفت بقى هنا تكرار عبارات التوبيخ وكلمات النقد الجارحة والمواقف السيئة في الحياة، ها؟ زي اللي بيرجع يعرف مذكراته الكلام السلبي، ده برضو كلام مش مطلوب الآن. تكرار عبارات التوبيخ والكلمات النقد الجارحة للأطفال وللكبار أمر سيء للغاية، يهدم المجتمع. شفتوا بقى إزاي يا هاني؟ انت خريج 2012 كلية تجارة بتقدير جيد جدا، وشغال دلوقتي في شركة مقاولات، ان شاء الله تبقى صاحب شركة مقاولات بإذن الله. ولكن عليك دائما ان تستخدم البرمجة الإيجابية وليس البرمجة السلبية. تذكر عبارات التميز، انت راجل متفوق في الجامعة، مجتهد، وبالتالي لا يقل من شأنك ابدا ابدا ان انت تبحث عن الطريق الصحيح وفي شغلك يعني، وتتميز في شغلك، وإيه ما المانع يعني؟ ها؟ على الآباء زرع الثقة في الأبناء لازم يا جنات، طبعا طبعا. إنما زي ما قلت لحضراتكم وبكرر، أنتوا فاكرين كلامي، 100% منها مكتسب، فالآباء يستطيعوا أن يزرعوها في الأبناء، يستطيعوا أن يغرسوها في أبنائهم، لما يديله الفرصة إنه يتكلم ويعبر عن نفسه، لما يديله الفرصة إنه يعبر عن مواهبه وطموحاته، لما يديله الفرصة إنه يحب الحياة مش يكره حياته بفعل أو بفعل أمه. ما في آباء بيكرهوا أبنائهم في حياته
وفي أمهات بتكره أبنائها في حياتها بسبب سلوكياتهم السلبية وحرصهم الزائد المفرط والمراقبة المفرطة ليهم بطريق مرضي يخليهم مرضى أو تخليها نموذج منها، وتلاقيها هي شخصية مسخة وتافهة وتطلع اكفي القدرة على فمها، تطلع البت اللي ايه لأمها. المثل ده ما تسمعهوش إلا في مصر بس، إنما ما درسوه تلاقوه صحيح 100%، لأنه البنية والبنت عايشة مع أمها على طول، قاعدة وشها خلقتها في خلقتها لحد ما تسلمها بقى الغلبان بقى اللي هيشيل الشيلة بقى. إذا كانت كويسة بها ونعمة، ما كانتش أهي بقى شيلة، يبقى ياخدها هي وأمها اتنين مع بعض، واخدين بالكم؟ حاضر يا سوم، هنشوف الموضوع، كتابتك للمقالات دي واكتبي لنا مقال ابعته لنا ان شاء الله نقراه. اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها، برضه في الجزائر. كويس، القدر حلو، يعني نفس المثل هو تم نقله بتصريح طبعا، امال ايه. وفي تونس حلو والله. جميل. أنت كل واحد منكم بجد بجد كل واحد منكم بيصنع قراره بنفسه. كل واحد منكم بيصنع قراره بنفسه في لحظة معينة. يجب أن تتجاهل المصادر الخارجية اللي حواليك المهددة، وعليك أن تأخذ القرار بنفسك. بس طبعا أخذ القرار يحتاج إلى استخارة وإلى استشارة. أنت سيد قرارك، صح. تأكدوا وتأكدي أيها الأحبة الكرام أن لكم هدف وغاية عظيمة لا تستوقفها توافه الأمور وعوارض الحوادث. مهم جدا. وكل واحد زي ما قلنا بالأمس يشجع نفسه، إذا ما لقاش حد يشجعه يشجع نفسه، ولا يحتقر نفسه ولا يجعل من نفسه جلادا لنفسه. إيه رأيكم في الكلام ده؟ عليك أن تحب نفسك ولا تحتقرها، وتركز على هدفك قدر الإمكان، وألا تجلد ذاتك. أسوأ شيء في المجتمعات إن الناس تجلد ذواتها وتنسى أماكن تميزها وتنسى ما لديها من موارد وتنسى كل هذه الأمور. النفس اللوامة حلوة جدا ومطلوبة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صح، هو ده مطلوب، وده أجمل آية تحدث أيضا عن النفس البشرية. ونفس وما سواها، مين اللي سوى النفس؟ الله سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها، الاتنين موجودين. تلاقيه صايع وبلطجي في الشارع، خلاص هذا فجرت نفسه ويريد من يعيده إلى الصواب، عايز شغل، عايز مؤسسات رعاية، وعايز ناس تطبطب عليه، وناس تجيبه، وناس تحاسبه، وناس كده، ومؤسسات إيواء، وعايز طريقة، عايز شغل يعني. تلاقيه ملتزم وهادئ وجميل في مجتمع مزعج، لازم نفس الحكاية. والنفس اللوامة هي أرقى أنواع الأنفس، وتسمى النفس المثالية في علم النفس، هي التي دائما تؤوب وتتوب وتلوم نفسها إذا ما ارتكبت معصية. تعود هذا الذي يذنب فيستغفر فأغفر له، ثم يعاود فيذنب فيستغفر فأغفر له، إلى آخره. الشخصية القوية بالتكليف وعدم، ما هو أصل العبودية بتيجي بالعنف أحيانا يا منى، تيجي بغياب الإيمان عن البيت، عن رب الأسرة، عدم اصطحاب الأبناء للأماكن الدعوية وإلى الأماكن اللي فيها قرب من الناس البسطاء، والإنفاق عليهم والاهتمام بيهم ورعايتهم، عدم تحمل الأبناء لمياتهم حتى في اللعب اللي بيلعبوها نفسها. في ناس بيجيبوا لعب ويلعبوا مكان عيالهم ويركن العيل في جنب، يبقى هو جايب العلبة اللعبة الولد يلعب بيها، هو ياخدها يلعب بيها وبعدين يديها له بطريقة كده يعني. لا، لازم تعلمه المسؤولية، وإذا كسرها يكسرها مش مهم، لأن أحيانا تبدو لك إن هو كسر اللعبة، هو مش مكسر اللعبة، هو يريد أنه يتعرف إيه اللي جوه دي.
لا يا عيل عمال يصرخ ولا ينونه ولا يعمل لعبة، يعني بيفك يشوف ايه اللي جوه، استطلاع. فلما تيجي تضربه انت كده بتكف لديه ملكة البحث والمعرفة، وبتقتل لديه التعليق ده. مهم. اه طبعا. والحكاية زمان الراجل اللي جاب لابنه سيف، سيف بلاستيك ولا سيف كده، فالولد اتكسر منه السيف فراح عينه تحت الفوتيه بتاع الانتريه كده، وشوية وجيه واحد ضيف فبيحرك رجليه كده، فراح السيف ايه مشخشخ في الارض فظهر، فابوه وشه حمر كده، اه كسره ابن الكلب، كسر البتاع انا جايبه له، تعالى يا ولد خد يا ولد هنا، خد يا ابن مش عارف ايه البتاع ده، مش لسه شاريه قد كده. انا ما اعرفش ايه. الواد طبعا اتلدغ، قال لي مش انا اللي كسرته، اختي اللي كسرته. طبعا طريقة المعاملة خلت الواد يعمل ايه؟ يكذب. شاطرة يا مها، كذب. فبدل ما الاب يتعامل مع ابنه بمنطق، اصل هو مين اللي حزين ان السيف اتكسر؟ الولد، مش ابوه، ده هو اللي يا عيني مقهور وزعلان. فطبعا من الذي دفعه الى الكذب؟ ابوه. فهي المسألة معروفة، اللعبة أحب شيء إلى نفس الطفل، فلما بتتكسر أو يحصل لها حاجة هو أول واحد بيزعل. فما تجيش أنت بقى تزود زعل وزعل وتأنب فيه، ممكن تقول له إيه بقى بشكل مهذب، أنت كسرت دي، طب تسأله كسرتها ليه؟ يقول لك والله أنا كنت بعمل زي صلاح الدين مثلا، بقتل الأعداء أو بعمل أي حاجة. أيوه هي أحيانا الولد بيلعب الدور وبينغمس فيه وبيمثل بقى السيناريو بتاع الأخ سيد، وبيخبط السيف في الحيطة فالسيف بتكسر، وهو في قمة المتعة في هذه اللحظة بيرجع تتكسر منه. طبعا اه شفت انتوا بتحكي على موضوع المراية وكده، نفس الحكاية. فاحنا عايزين ننمي عندهم مرونة التفكير، ننمي التعرف، حب الاستطلاع، تحمل المسؤولية. انت كسرت السيف بتاعك، يبقى اعمل حسابك المصروف الشهر الجاي هيقل، او مش هنشتري لعبة المرة الجاية عشان تحافظ على لعبتك بعد كده. ويعني اذا لقيته انتظم معاك جيب له فجأة مرة اخرى، قول له انت والله ولد ملتزم وكده، وقابلوني لو حد فيكم عمل الكلام اللي احنا بنقوله ده. طيب، لا تصنع لنفسك محيط عداوة، وازل فكرة انك مظلوم او ان انت مهمش او ان انت ناقص عن غيرك. اشعر نفسك بالاعتزاز والإرادة القوية والعزيمة المرضية. احنا شفنا النموذج ده الجميل جدا في هذا الشاب الجميل العربي دي بتاعه في الحلقة الأولى أو الثانية، وكلكم عارفينه، صح يا إناس؟ عارفينه، هذا الشاب الذي يسوق الابتسامة لدى الآخرين في كل مكان، الثقة بالنفس. آه نعم نعم وليس له أيادي وليس له أقدام، لا له إيد ولا رجلين. على رأيه هو بيقول لك ايه، حتة صدر الفرخة اللي في رجليا دي، هو مسميها كده، او جناح الفرخة، حتة الجناح اللي في رجليا دي هي دي اللي موجودة عنده يعني. وما شاء الله عليه طلق وحاجة جميلة قوي قوي، ومبتسم وسعيد. صحيح في انه حاول ان يتخلص من حياته في سن الثامنة وهو طفل، الا انه استدعى مرة اخرى المطلوب منه ونجح في انه يتميز في حياته. مطلوب الا تصنع لنفسك محيط عداوة وجو من الشكوك، وغض الطرف عن مثل هذه الامور، ومن عافى واصفح فاجره على الله. اللي يقول انا ما اقدرش، ايوه انت فاكره ده واحد تاني جميل ورائع. هو ده ولكني مسكت قلبها. ممتاز. أيضا لا تقف عند التجربة الأولى، واعلم أنك على خير ما دام أنك تجاهد نفسك، واعلم أن المثوبة على قدر الإيه، النصب والتعب والبذل والعطاء، وفي ناس بتبتلى في حياتها، فعليك أن ترتضي بهذا الأمر وتتقبله.
والمؤمن مبتلى دائما. إن لم تصل إلى هدف فاجعل دأبك التحدي واتخذه طريقا يوصلك إليه. أيها الأحبة الكرام، لابد وأن نلزم الدعاء، فالتزام الدعاء وقتها تحين الاستجابة. وأطلب منك يا هيثم، الله يكرمك، حط لنا يلا الفيديو اللي أنا نزلته أو بعته لكم، الذي يتحدث عن الثقة بالله وعن فضل الدعاء، نشوفه مع إكرام ونرجع لكم تاني، لأنه مهم جدا إن أنتوا تشوفوا هذا الكلام وتسمعوه من هذا الشيخ الرائع الجميل الذي أسعدني خطابه. يعني قلت في نفسي مهم إن إحنا نشوفه مع بعض. نشوفه جاهز؟ جاهز ولا أجيبه أنا من عندي؟ أجيبه لكم؟ أديك الرابط، أحط لكم الرابط. ها، قول لي نحط الرابط فين. ايوه، اشكرك. فيهم بقى التاني ده شغله لنا. ايوه، انت رائع وجميل، جاءك ربنا الوحي يحفظك. إلى نبي الله موسى عليه. في الصوت مكرر، لو الصوت مكرر يا ريت شوفوا انتوا هتعالجوه ازاي. لو مكرر شوفوا هتعالجوه ازاي. المهم عايزين نركز قوي في الكام دقيقة دول، لانه الكلام مهم قوي بجد يعني. فشوف لنا تاني كده يا هيثم، شغله انت من عندك وانا شوفه، احاول اوطي الصوت عندي ولا ايه. انا مخلي الصوت على النص اهو بالضبط. واتفضل شوفوا موسى عليه السلام، نجيبه من الأول، فذهبت نجيبه من الأول، المرأة ورجعت بعد إنني زمن، امرأة لم نجيبه من فقالت الأول. يا موسى ادعو ربك. أيوه، جاءت امرأة إلى نبي أيوة. الله موسى عليه ركزوا، السلام، اتفضل فقالت يا ركزوا بقى، موسى، ركزوا. فقالت هذا؟ قال يا أبت قالت الله، إنه ولدي. ما هذا قال الطفل؟ الطفل من هذا؟ قالت إنه ولدي. قالت إنه ولدي. قدرتي ورزقتها الولد، لا تيأس من رحمة الله الله عز وجل، لا تيأس من رحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني تدمع العين ويرق القلب عندما يسمع هذا الكلام، وده المطلوب، هذا مطلوب. فعندما نقول أن الواثق من نفسه يلزم دائما الدعاء عندما تحين أوقات الاستجابة ويصر على هذا الدعاء، هذا ما نريده، هذا ما نريده. نموذج سيدنا زكريا عندما أعطي يحيى، وسيدنا إبراهيم عندما أعطي حتى إسماعيل، وكلهم كانوا ملتزمين للدعاء. أيها الأحبة، هذا النموذج الذي استمعنا إليه هو شغال عندكم بتوقيت بقى البلد بتاعتكم. هنقول إيه بس، بركة الملائكة شايلاه وشغال هناك، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الحمد لله. بتوقيت بتوقيت، ومع الزمن ممكن يتغير برضو بالتوقيت، مع الوقت ممكن الكلام يتغير. حد عارف حاجة؟ طيب، أظن الكلام لسه شغال عندك. أكيد أكيد، أنت في حتة بقى بعيدة يا ياسمين. طيب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. بعد ما سمعنا الكلام ده لازم نستعين بالله. لا تنسى أن قوة علاقة المسلم بالله حبل متين وحصن منيع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ايه الجمال ده، ايه الروعة دي. فاكرين القصة اللي انا حكيتها لكم وقلت لكم الشاب الذي يرغب ويسعد بتسلق جبال الثلج، الثلج، وجهز العدة بتاعته وطلع يصعد، وأصر إنه لازم يصل إلى القمة، وفضل طول اليوم يصل الجبل، وإلى أن حل عليه الظلام، وفضل له لسه حاجة بسيطة جدا. إن شاء الله هنشغله. حاضر أستاذ عيسى، هنشغل الفيديو الثاني حالا بعد المشهد ده. حاضر. فضل الشاب يطلع يتسلق الجبل، وبعدين الـ 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 الظلام جه، الظلام حل عليه. فلما حل عليه الظلام وباقي بضع خطوات على القمة، وصل إلى القمة، فجأة سقط من أعلى رجليه، اتزحلقت من على الثلج، وكان رابط الحبل في ظهره، فسقط من أعلى، فظن أنه أوشك على الموت، خلاص عمال يسقط ويصطدم بالجبل، والدماء سالت من وجهه، وفضل معلق طول الليل. وهو معلق استشعر أن له رب يسأله، فسأل ربنا أن ينقذه، فقال يا رب، فإذا بصوت الملك يقول له: هل تعلم أن لك رب؟ تعرف أن لك رب؟ قال: نعم أعلم أن لي رب. قال: هل تعلم أنه منجيك؟ قال: نعم. قال: فاترك يديك، سيب إيدك، سيب الحبل يعني. فلبضع ثواني قال: ها، وعاد وأمسك بالحبل مرة أخرى خوفا على حياته. في الصباح مر قوم فوجدوا رجل معلق بحبل، وبينه وبين الأرض متر واحد فقط، ولكنه كان قد تجمد ومات. ايه بقى رأيكم في الكلام ده؟ ايه رأيكم؟ لانه
اللحظة اللي وضع فيها محل اختبار لم يستجب للاختبار. سئل: هل تعلم أن لك رب؟ نعم. هل تعلم أنه منجيك؟ واثق؟ آه. فقال له: خلاص سيب إيديك، سيب الحبل. طبعا الدنيا ظلمة، فلم يترك، فهم أن يترك الحبل، ثم أمسك به مرة أخرى. مش مقتنع، مفيش إيمان، مفيش ثقة، لأنه لم يثق بالله. ففي الصباح مر القوم فلقوا واحد معلق في حبل بينه وبين الأرض بضعة متر واحد فقط، أو يعني كام شبر كده، وميت متجمد. يعني هذه أيضا رسالة مهمة وقصة مهمة نحكيها، ومهم ان احنا نسمع هذا الكلام. طيب، لابد وان نثق في انفسنا بشكل جيد، لابد وان ايضا نلزم الدعاء، لابد وان نحرص على ما ينفعنا ونستعين بالله. لا تنسى ان قوة علاقة المسلم بربي بهذا الحبل المتين، الحبل اللي احنا حكينا عليه الان في هذه القصة، طبعا حبل الإيمان أقوى وأمتن. وسيدنا إبراهيم من أعظم الأمثلة على الثقة بالله، ده أجمل نموذج رائع. ها، إن معي ربي سيهدين، سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، لا، عندما وضع في النار وحصل يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أعظم نموذج وأعظم مثال للثقة بالله. والنموذج اللي انتم سامعينه من شوية، ما بالك باثنين الله ثالثهما، صح ولا لا؟ ها، وغلام الأخدود، يا أماه اعلمي أنك على الحق، الرضيع، فألقت بنفسها وألقت بالغلام بالطفل ده. بعد بقى ما حصل بقى القصة الطويلة اللي حضراتكم عارفينها، والساحر والغلام، وبعدين كده ويطلع على الجبل، اللهم اكفنيهم بما شئت، فيرجع المركب. ها، فاكرين الحكايه دي وعارفينها ولا لا؟ عارفينها؟ جميله، اكتبوها على اليوتيوب، اسمها ايه؟ رحله خلود. اكتبوا كده في رحله خلود على اليوتيوب، اتفرجوا على الفيلم ده، جميل قوي. رحله خلود، قصه غلام الاخدود، او قصه الغلام والساحر، جميله قوي، رائعه للكبار وللصغار. انا عارف انت هتقعدوا العيال الصغيره عشان يتفرجوا، وانتوا اصلا لا تتفرجوا وتكملوا، والعيال هتنام. فجميله، فيها دروس رائعه توريك الولد ده، الولد ده اللي اتعلم عند هذا الرجل المؤمن، عنده كل مقومات الثقه بالنفس، ولا ذكي جدا، يفكر تفكير مرن، يعي، تعرف على ما هو جديد، راح اتعلم فنون السحر وادركها، ولكنه ادخل الله سبحانه وتعالى. كان ذكي جدا في خطيقة تعامله مع الساحر ومع اهله. وكان نبيه جدا، وكان مرن، وكان ذكي ومتوكل على الله، ووضح الامور بشكل واضح جدا. اكفنيهم بما شئت، ياخدوا يغرقوه، يدعي الدعاء، يرجع هو وهم يموتوا، يطلعوا على الجبل عشان يرموه، اللهم اكفنيهم بما شئت، يقع هم من على الجبل وهو يرجع، عامل زي القرش ساغ كده اللي كل شوية يرجع لصاحبه. وفي الآخر قال له: شوف، تعمل يمين شمال قوي بره جوه، مش هتموتني إلا إذا قلت بسم الله رب الغلام. فأمسك بالسهم وقال بجهله طبعا: بسم الله رب الغلام. واجتمع القوم، وكان شرطه إن تلم أهل البلد كلهم، فجمع الأهل البلد وقال: بسم الله رب الغلام. راح ضارب السهم، راح نازل جاي في جبهته موته. فقالوا الناس في صيحة رجل واحد: آمنا بالله رب الغلام. مش انت قلت بسم الله رب الغلام؟ ما زيك، احنا بنؤمن بالله رب الغلام. فجنن بعد ما كان عايز يخلص من واحد، بقى لا أمة حواليه، هيعمل فيهم ايه دول؟ فعمل بقى، حفروا بقى الأماكن وولعوا فيها، ويرموا الناس بقى قتل جماعي. وفي الأثر طبعا قيل، والرسول كان يروي القصة، حتى أتت المرأة الأم برضيعها، فيعني خايفة عليه، إزاي ترميه؟ فقال لها: اصبري يا أمه، إنك على الحق. فراحت الأم والابن، رمي نفسها. شكرا أخ طارق على هذا الأمر.
هذه الآية الجميلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شكرا جزيلا أستاذ مح. هذه الثقة، وسيدنا إبراهيم حرقوه طبعا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، خروج بقى على نواميس الكون والإعجاز الإلهي. خلاص كل شيء اتعمل، كل شيء إن شاء الله يا أمير يعود لك الصوت مرة أخرى إن شاء الله. وأم موسى نموذج للثقة بالله. أنتوا ناس جميلة أوي على فكرة، إن شاء الله عليكم. شفتوا الجانب الإيماني لما اتكلمنا عنه، كلكم عمالين تفجروا معارف وبتستدعوا. طبعا إحنا قلنا ده في الحلقة التانية على فكرة، أم موسى التي وثقت في ربنا ورمت ابنها في اليم بعد الإلهام الذي جاها، فيعني ما شاء الله عليها شيء رائع رائع رائع، إنه يصل الإيمان لهذه الدرجة فتاخد أجرين، أجر الرضاعة لأنها راحت تعمل ترضع ابنها عند فرعون، ولقيته بقى قاعد في السرير بقى وقاعد في هنا، مش هتروح بقى تشتري بقى من السوق عشان تأكل وتعمل، لا كل حاجة جاهزة بيخدموا عليها الخدم، وقاعدة وتروح ترضع الولد وترجع بيتها معززة مكرمة كل يوم. وسيدنا يوسف كمثال رائع وجميل، صح، من النماذج الرائعة أيضا في الثقة بالله. طيب مطلوب من يريد أن يمتلك زمام الثقة بالنفس، ليس من باب التعالي على الناس أو الغرور، وإنما من باب الثقة اللي بدأنا بها حوارنا وحديثنا، الثقة التي نريدها وفق المظلة الإيمانية، أداء الفرائض والإكثار من النوافل يخلق في كل واحد في كل عزيمة والثبات وطمأنينة الحاضر وتفل المستقبل. هو ده المطلوب، اللي بيتعود دايما ينام وهو متوضأ، وهو متوضأ بيعتاد على هذا الأمر حتى لو في التلج، هيقوم يروح يتوضأ ويرجع ينام وهو متوضأ، واللي لم يعتد هذا مش فارقة الأمور عنده خالص، هو كده. اللي اتعود على ده يحس كده ان هو خلاص بقى لازمة في حياته، ما ينفعش انه يخلد الى سريره او الى نومه الا وهو متواضع. بالضبط زي اللي ماسك معجون الاسنان وكل يوم رايح فين، اغسل سنة، جاي منين، غسلت السنة، وفي الاخر ممكن سنانه كلها تلاقيها وقعت مثلا، يعني انا بضحك، انما هو اتعود على ده، اتعود على ده. فمن اعتاد على شيء أو تعود على شيء اعتاد عليه. التعود وغرس هذه القيم في نفوس الصغار يكبروا ويبقوا ملازمينها، تبقى جزء من حياته، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طبعا من اللي بيتوضأ قبل ما ينام ربنا بيرسل له ملك يستغفر له حتى يصبح. شكرا يا إناس. فالعادات، العادة تصبح أخلاق في النهاية، والخلق يبقى ديدا ديدا كل واحد وميراثه في الدنيا وفي الآخرة. هل كل واحد فيكم لديه ملكة وقدرة على أن يثق في نفسه من قدراته؟ أنتم ما شاء الله قدراتكم كتيرة جدا إن أنتم تبقوا سعداء. السعادة ليست تباع ولا تشترى، ولكن هو الذي أضحك وأبكى، صح؟ وإذا كان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا كان قراءة سورة الملك وقراءة القرآن تنزل السكينة والسعادة، فلماذا لا نقرأ؟ ولماذا لا نستمع؟ هو هي كده، هي دي المسألة، هي دي، هو ده المطلوب. فاللي بيرسم الابتسامة على وجهك من بداية اليوم إلى نهايته هو الله سبحانه وتعالى. وكلما بادرت بأن تبتسم في وجه الآخرين، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أعظم شيء في الحياة، صح. ونتمنى أن نفعل هذه المعاني، أحسنت يا داليا، صح. لو أرغمت على عمل شيء لا ترغب فيه، حاول أن تغير شعورك ونفسيتك تجاهه، أنت فقط من يعطي انطباع وصورة حسنة عن نفسك، كن قادرا على التغيير، جميل ورائع. حاول نسيان كل ما فات من مواقف، وتذكر أن لك يومك الذي أنت فيه يا رب، بدل ما الأيام كلها تبقى شبه بعض والناس عمالة شغالة على العكننة وخلاص، لا، لازم الناس تستدعي التفاؤل والنصرة
من الظلام يأتي النور. هو كده آيات الله في الكون، فرصة للتدبر. الظلمة بتيجي بعدها نور. هو كده. لا تنسى أنه بقدر ما أنت رحيم بنفسك فالله أرحم منك. ودي أجمل حاجة ليها الدرس اللي قاله الشيخ نبيل العوضي، ربنا يبارك فيه ويكرمه. هو ده، الله أرحم منك. يا موسى ادعو لي ربك. قال يا موسى إن الله قد كتبها عنده عقيمة. فيروح يقول لها فتبكي، تغيب سنتين وتصر. يا موسى ادعو لي ربك ليرزقني الولد، إن الله قد كتبها يا موسى عقيمة. فيروح يقول لها الله أخبرني بأنك عقيم. ثالث سنة جاية شايلة الواد على إيديها، جبتيه منين ده يا ست؟ قالت له الله رحيم بعبادي، دعوته ليل نهار، كنت أدعوه في الليل فاستجاب لي. فيروح يسأله، قال رحمتي وسعت كل شيء، هي ألحت في الدعاء وأنا رحمتي وسعت كل شيء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. حلوة الحكاية دي. كنت بجمع ملابس الشتاء لأخرج ملابس الصيف، الابتسامة تفعل الكثير. أكيد، نعم، جميل. أهلا بيك يا أستاذ خليل، أهلا بيك. أستاذ خليل بيفكرني بالناظر بتاع المدرسة اللي بيمر على الفصول، كل مرة يغيب يغيب لحد ما ندخل لحد نص المحاضرة أو تلتنا، وبعدين يدخل يسلم علينا ويطمئن، يعمل تقييم بقى ويمضي لنا على الدفتر. ماشي يا عم خليل، ماشي يا ابو خليل، ربنا يكرمك. المهم وانت بتدور كده ما شفتلناش وليد، محدش، لا ما لقيتش وليد، حد بيسأل عليه عندكم؟ يكون سافر. طيب فالنموذج ده مهم جدا. ايه رأيك؟ يلا استاذ هيثم مدينا كده الفيديو الثاني لحد ما نشوف المستند بتاعنا بتاع النهارده اللي انا بعته، نبص عليه بشكل سريع كده. ده بقى كلام مهم بقى، وداليا معانا هي طبيبة تحكي لنا بقى الحكاية دي، العادات العشر التي تهدد العقل. عدم تناول وجبة الإفطار، الناس اللي ما بتفطرش تفطر، الافراط في تناول الطعام، الناس اللي بتاكل كتير، كل يوم تاكل بيتزا وياكلوا حاجات كده، ده بيأثر على شرايين الدماغ. التدخين، اعوذ بالله من التدخين، واللي بيدخنوا ربنا يهديهم بدل ما يجي لهم بتاع ده ازمات. السكريات، رغم ان انا بحب السكريات كتير، بس بتعمل حموضه، بتقلل من امتصاص البروتين. تلوث الهواء، الناس بقى اللي عايشة في القاهرة وعايشين في الأماكن المزدحمة ذنبهم على جنبهم، اللي عنده بلد يروح يقعد في بلده أحسن. الأرق وقلة النوم، النوم مهم، وكثرة الأرق تزيد، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعقل الكسل والجبن والبخل. تغطية الرأس أثناء النوم، في ناس متعودة على كده، حاول تكشف رأسك ومناخيرك عشان تعرف تتنفس كويس. العمل الشاق او الدراسه اثناء المرض يقلل من فعاليه الدماغ، يعني خليك كويس ودي لنفسك راحه، وقابلني لو انا عمل كده. قله التحفيز الدماغ على التفكير، طبعا القرايه، مفيش حد بيقرا، فلازم الناس تقرا تشتغل. ندره الحديث مع الاخرين، الحوار الفكري مع الاخرين يساعد على ترقيه فعاليه. مراقبه التصرفات والعادات لتجنب كل ما يضر بصحتنا، ودمتم سالمين غانمين. فيديو صغنطوط جميل وحلو، 10 عادات مهمة. أولا، اوعى حد فيك يقول لي أنا عايز أبقى عندي ثقة بنفسي وما يكونش العقل السليم في الجسم السليم، والإرادة السليمة في الجسد السليم برضه. حتى نموذج أخونا الأخ اللي هو فاقد أعضائه الجسدية، إلا إنه مهتم بصحته قوي، صح ولا لأ؟ وشه كده نضر ما شاء الله، وبياكل كويس، وشفته هو بياكل، مش كده يا كاميليا؟ بياكل كويس ومهتم باكله وبيلعب رياضه وحالته زي الفل.
نرجع بقى ايديه ورجليه راحوا فين، كلتهم القطة دي مش قضيتي، قضيتي ان عقله سليم ومركز ونظر، مش زي البشر اللي تلتينهم حوالينا اللي وشه مصفر واللي حالته كربو واللي ماشي ما كده ما مشكلة. هي دي فاللي عنده اكل ياكل، اللي ما عندوش اكل يقول لنا وننمله، ما عندناش حل تاني. اللي عنده اكل يفطر كويس وياكل كويس، اللي ما عندوش يبعت لنا ونعمل دعوة في ملتقى الدارين، صندوق كده نعمل اي حاجة. داليا بتقول الاكل مش لاقي اللي ياكله، صح. انت عايز او محمد او شفت تطلع لنا واحد او ظروفه صعبة، ماشي سجل اسمك يا محمد، سجل اسم. الخضار طبعا افيد من اللحوم وكده، والسمك، الاسماك جميلة، وشوربة الاسماك جميلة، اللي بحب الاسماك ها كويسة جدا، واللي من الفلاحين كده زي حالات، روح الغيط هتلاقي فيه خبيزة، اجمع الخبيزة كده في الغيط وخدها وروح البيت، افتح النت وقول طريقة عمل الخبيزة وكلها، تلاقي طعمها جميل قوي ورائع. ايه رأيكم بقى؟ صحيح ده، انما في ناس بتحب كده، ممتاز. والملوخية جميلة بس مش الموسم بتاعها دلوقتي، تلاقيها متجمدة دلوقتي، كله كويس، جربوها. المهم العقل السليم في الجسم السليم. الأسماك بيها أوميجا 3 وأوميجا 7 و8 و9، حد عارف حاجة يا محمد؟ فيها كل حاجة طبعا. الشعوب اللي بتأكل أسماك بشكل كتير بتلاقي نسبة الزهايمر عندهم قليلة جدا، قدراتهم على التركيز عالية جدا، مركزين قوي، أذكياء قوي. هنا العيال من هم صغيرين امهم تعليمهم صبة النفس وابوهم يعلمهم صبة النفسين، ولا ده بياكل سمك ولا ده بيطلع لده، انا مش باكل انا مش بعمل، ويقلدوا بعض. يعني انظمة غذائية سيئة، عادات غذائية سيئة. واوميجا 3 تمنع التلعثم. في قرية في الصين او اليابان تقريبا اسمها قرية المعمرين. جميل. قلة الاهتمام بالأسماك طبعا، رغم إن عندنا ما شاء الله المية 3 ألوان، مش كده يا داليا؟ عندنا النيل وعندنا البحر الأحمر والبحر الأبيض، ولقوا الناس تاكل ملوكية، كانوا بيسموها زمان ملوكية، أكل الملوك يعني. وبعدين في الدولة الفاطمية معرفش جه مين لقاها انتشرت، فأصدر قرار وقال وقفوها بقى خلاص، ما عدتوش تاكلوها. معرفش كان السلطان مين. بحثوا عليه عنها يعني. ماشي يا عم هيثم. عموما المحاضرة اسمها الثقة بالنفس، ما اسمهاش لا ملوخية ولا اسمها كتاب أبلة فضيلة، ماشي. ده بس يعني من باب على هامش الصحة العامة، لأنه ما ينفعش تتكلم على الثقة بالنفس مع ناس حالتها ظروفها الصحية والجسدية تعبانة يعني. بس احنا رحنا فين الملف التاني بتاعنا؟ عندنا ملف التاني بتاع النهاردة فين؟ وده ايوه ممتاز. ايه رأيكم تاخدوا راحة 10 دقايق؟ ايه رأيكم ناخد راحة 10 دقايق؟ يلا خدوا راحة 10 دقايق ونيجي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا مجددا أيها الأحبة الكرام مع اللقاء الختامي. تطبيقات الثقة بالنفس، الثقة بالنفس طريق التميز، رحلة بدأناها سويا بتعريف الثقة بالنفس، لماذا نحتاج إلى الثقة بالنفس، ما مقومات الثقة بالنفس، إلى أي مدى نحن في حاجة إلى أن نحقق الثقة بالنفس لدى الأبناء ولدى الكبار،
ما مفردات ومقومات الثقة بالنفس في السنة النبوية وفي القرآن الكريم؟ في كل محطة وقفنا واستدعينا نماذج من يمتلك مهارات الثقة بالنفس. خلونا نشوف هذا الخطاب الرائع الجميل المنقول، 10 خطوات لبناء الثقة بالنفس والثقة في النفس. تقديم رائع. الثقة بالنفس مطلب شرعي وسلوكي نفسي. هذه الآية من سورة النساء، خلونا نسمعها مع بعض. الآية 139 140. وقد نزل ويستهزأ بها فلا تقعدوا صدق الله العظيم. طبعا انت بتقولي ايه يا ياسمين؟ حضرتك اللي قلت لي اننا هنسجل في الدورة دي في الاخر، صح ولا انا فهمت غلط؟ انت بتكلمين انا ولا بتكلمي الدعم؟ طيب، خلينا ياسمين نستفيد، الله يحفظك، وأنت مسجلة لدينا في فعليين، ومسجلة لدينا في يعني في عقل وفي وجدان الجميع إن شاء الله. دي آخر محاضرة في الثقة بالنفس فقط، إنما والشهادة مش كل حاجة. هي داليا بتقول لك اهو، يا هيثم الله يحفظك، اللي حضر معانا تلتين اللقاءات امنحوه يا سيدي شهادة. إذا ما منحتهمش أنتوا، أنا أديهم أنا شهادة، من أنا راجل مدرب معتمد وتوقيعي معتمد يعني. نعمل لكم امتحان، نعمل امتحان وابعته للأكاديمية وتجاوبوه، ماشي؟ زي ما تحبوا يعني. نعمل امتحان على المحاضرات الستة ولا السبعة، وربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم، ونبعته عشان يبقى فيه جدية في التعامل لمن أراد أن يحصل شهادة. ودي سياسة الأكاديمية، يبقى فيه اختبار، بس محتاجين الماتيريال. ما هو الماتيريال على المحاضرات يا مها. الماتيريال على المحاضرات والمادة، هم الشباب ما شاء الله عليهم بيرفعوها أول بأول. شفت كاميليا قالت راح أعيط لأن عندها رهبة الاختبار كده تزعل. إن شاء الله. لا، إحنا مكملين مع بعض في قضايا كثيرة. عندنا موضوع مهم جدا 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 هعرضه عليكم ان شاء الله. احنا قلنا عايزين نعمل سلسلة محاضرات عنوانها التوازن، المؤمن او المسلم متوازن دائما، متوازن في كل شيء في حياته. فممكن يعني، وده اقتراح إحدى الأخوات من الأكاديمية، إن إحنا نعمل سلسلة في التوازن. التوازن بكرة؟ لا، بكرة الخميس لسه، بقى الأسبوع الجاي إن شاء الله. الأسبوع الجاي
انما لو حبيته ابقى نعمل اختبار كده ونبعته للاكاديميه وهم يعني يتعاملوا معاه بقى، يشوفوا الكترونيا هيتعمل ازاي زي ما تحبوا اللي انتوا شايفينه. والعبره ان احنا نستفيد بما لدينا من يعني من قضايا بنطرحها. خلاص خلونا بقى نركز بقى مع بعض، خلونا نركز مع بعض الله يحفظكم. فاستمعنا للآية الجميلة، وبالتالي منطلق هذه الآية أنه الثقة مطلب شرعي وملح كما أنه مطلب سلوكي، أكيد اتفقنا على ده. ولكن السؤال اللي أنا بسأله لكم، ثقة بالنفس تريد كل واحد فيكم، يعني أي ثقة بالنفس تريد؟ هل نريد ثقة العظمة والكبرياء يسعى إليها البعض؟ هل نريد ثقة الحول والقوة والشهرة؟ أم أننا نريد ثقة الحياة السعيدة نفسيا وسلوكيا على نور الوحي والهدى؟ هو ده الكلام الأخيرة عايزين ده ايه؟ مش احنا بدأنا من أول محاضرة وسألنا نفسنا السؤال ده؟ صح، اللي بالأزرق دي، شكرا يا سو، هي دي اللي احنا عايزينها، وكانت بدايتي معاكم في الكلام كده، الحديث عن الثقة بالنفس دون وجود مظلة الثقة بالله. يبقى احنا بنتكلم على أناس يبحثوا عن الكبرياء أو العظمة أو الغرور. واتسألت السؤال ده أول ما بدأنا اللقاءات لو تفتكروا، وقلنا الفرق بين الثقة والغرور شعرة واحدة، وفي ناس عندها ثقة بالنفس بس واصلة إلى درجة الغرور، دول احنا مش عايزينهم ولازم نوجههم وننصحهم، لأن أكيد الجانب الإيماني عنده ضعيف جدا جدا، خربان يعني. مش هيسمعونا، لا ان شاء الله يسمعونا، ربنا يبارك فيك، اهلا استاذ عبد القادر. ولا بيقولوا عليكم حق دي، لا، لان هو نمط الاستعلاء عنده كده، والتعالي والكبرياء وايه ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني فيهما قسمته ولا ابالي. الثقة تقربك من الله وجنته، والغرور يبعدك عن رحمته ومنته. الثقة تمنحك روحا متفائلة، والغرور يمنحك روحا متعالية. الثقة تجعلك محبوبا، أما الغرور يجعلك منبوذا. عفوا، الثقة تجعلك قريبا من قلوب الناس ومن ذاتك، الغرور يجعلك بعيد الناس وعن ذاتك أيضا. الكلام منقول رائع، من وثق في نفسه فقد كبر، ومن اغتر فقد صغر. الثقة تقربنا من الله وجنته، والغرور يبعدنا عنه وعن رحمته ومنته. وبالتالي وكأنني أكرر كلامي، علينا أن نستعين بالله ولا نعجزن ذلك. إياك والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كن متفائلا، الدنيا ليل ونهار، شمس وقمر، خش في الليل روحانية السكون، وخذ من النهار طموح الجد والبكور، شمس تحرق لتشرق، وقمر يغيب إذانا بميلاد جديد. لماذا بعض الناس يرسب قبل أن يدخل الامتحان ويفشل قبل أن يعمل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: تفاءلوا بالخير تجدوه. ولما أقبل سهيل يوم الحديبية قال: سهل أمركم، أو سهل أمركم. شفت بقى، اسمه جميل سهيل، حتى تكون أكثر ثقة بنفسك، عيش متفائلا، صارح نفسك، حاورها بصراحة، ماذا تريد؟ هل يتوافق ما تريد مع إمكاناتك وقدراتك؟ هنا الخلل بقى ومشكلة. في آباء يطلبوا من أبنائهم أعلى من إمكاناتهم وقدراتهم، وفي الولد امكاناته وقدراته اعلى من اخوه، فالاب او الام يفضل يصر على الولد التاني انه يبقى زي اخوه، الولد يجيله اكتئاب ويفشل ويبقى حالته زي الكرب، ويتدمر البيت وتطلع شخصيه ضعيفه ركيكه هزيله غير سويه. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكن لطيفا معها ولا تكن
لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. لكن يا حنظلة ساعة وساعة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنفس لها إقبال وإدبار، فشمر لها حينما تقبل، ودارها حال الإدبار لكل عمل. أيوة، شرة ولكل شرة. فترة، فطوبى لمن كانت فترته فطرته أو إلى سنتي. المقصود بيها التحول من حال إلى حال والتزام حال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي احنا عايزينه. هذا ما يريده الخطاب اللي أمامنا في مسألة التعامل مع النفس. وهذا أيضا ما يجب أن نسعى إلى تحقيقه وترويجه ما بين الناس، حتى إن لم ننفذه كله يبقى ناخد شوية منه على قد ما نقدر. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حدد ما تحب إمكاناتك وقدراتك، ده احنا قلناها بشكل واضح. حدد سلبياتك بصدق، دي الرسائل التطبيقية بقى، وابدأ بحل الأسهل منها في الأصعب. حتى في الامتحان وهو قدامك حل الأسهل وبعدين روح للصعب. اعرف إيجابياتك واشحذ همتك وافتخر بها. هو كده، ادرك العواقب والمآلات. الخروج من المنحة تأتي من المحنة، صح؟ تعلم أن تقول لا، ليس لا لمجرد لا، إنما من أجل أن تكون صادق في شعورك وعواطفك وخلجات نفسك. الحياء منكر والحياء حياة، فلا تقتل عواطفك. يا سلام يا سلام يا سلام. الكلام ده يا ريت يا أستاذ هيثم ترفعه لهم على الصفحة، بأستأذن حضرتك يعني أنت أو حد من اللي معاك في الدعم ترفعه على الصفحة ليهم يقروه بعدها. ده مهم جدا في الرقائق ورائع. عبر عن أفكارك بوضوح لا بضجيج. ماشي الحال؟ كلام جميل وأمثلة جميلة. و شفت هنا النموذج ده، أنا قلته في الحلقة بالأمس، تعبير عن الأفكار. عندما أتى إليه عتبة أبا الوليد لكي يحاوره، فقال له: يا ابن أخي، شوف المشرك بيخاطب الرسول يا ابن أخي، احترام يعني، إن شئت ملكناك وإن شئت جعلناك أغنانا، ولكن سيبك من اللي أنت بتدعو له ده. فالرسول يقول له بأدب واحترام: أفرغت يا أبا الوليد؟ باحترام وأدب، مشرك كافر. وبعدين يروح قارئ عليه سورة فصلت، لحد ما يأتي إلى آية العذاب. آية العذاب، فيضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل إليه أن يتقف. بأبي أنت وأمي، خلاص وقف وقف وقف، كفاية حتى لا ينزل علينا العذاب. هو ده المطلوب في الحوار، في أدب الحوار مع الآخرين. نماذج جميلة رائعة. اصنع ثقتك من خلال حواسك. الحوافز هي منافذ السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. صح ولا لا؟ لغة الجسد والخطاب، مش كده؟ لا تنشغل بما يغني الناس عنك، وكن كالإيه؟ كالنخيل، كلما ألقاه الناس بالحجارة ألقى إليه الثمر. ماشي ماشي يا عم هاني، صح؟ طبعا، انتوا ناس جميلة وممتازة.
بادر. لا ينبغي أن نجلس فقط نمجد إبداعات الآخرين من غير أن نبادر نحن بالإبداع. اسلل قلمك. شفت هنا إزاي مطلوب إن أنت تشتغل ولو بشق تمرة. وجه مبتسم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. حلوة. لا تكن كنتيا، كنتي أنا كنت يعني كنتيا، يعني أنا كنت يعني كنت. ما تقولش كنا، لا تقل كنا وكان، ولكن قول احنا هنعمل ايه. ولا تكن لواويا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فإن لو تفتح عمل الشيطان. والله ده جميلة أوي. ايه رأيكم في الكلمتين دول؟ جمال أوي، نطلع بيهم النهاردة، تحطهم على الفيس كده. لا تكن، قولوا يلا. الله يقول لك وبيقول ايه ده. قول لهم بقى يعني ايه معناها. نمرة 10، اقنع وارضى وكن مطمئن، كنز من كنوز الايمان. أعجبت إن أمر المؤمن كله خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن هنا ده صحيح، الثقة بالنفس. أنت أكثر الناس، أنتم أكثر الناس ثقة بأنفسكم، أنتم أصدقهم في ثقتكم بأنفسكم، أنتم أعمقهم ثقة واطمئنانا. فاقنعوا أيها الأحبة بالمعالي، وارضوا بالمقدور المكتوب، وكونوا مطمئنين، كونوا واثقين من أنفسكم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلام رائع جميل، مسك الختام يعني، مسك الختام. قد يبدو الأمر في ظاهره خير وفي حقيقته شر، كما حدث في كهف، في سورة الكهف. وقد يبدو في ظاهره شر وفي حقيقته خير، كما ورد أيضا في قصص سورة الكهف. وبالتالي هو كده، ارضى بالمقدور والمكتوب، ولكن في النهاية كن مطمئنا. اللهم إنا نسألك الطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة. وقصة يوسف نموذجا على هذا الأمر. أليس الله بكاف عبده؟ طبعا. آمين يا رب العالمين. طيب إيه رأيكم بقى أن نفتح باب الأسئلة كده 5 دقائق لحضراتكم، و نشوف نفتح باب التعليقات. تعليقات يعني 10 دقايق أو أقل عشان نختم يعني إن شاء الله. الأول نسأل الناس اللي تابعت معانا من أول حلقة حتى الآن، ما الذي كان يمكن أن يضاف لهذا البرنامج، وإيه اللي وصل لهم من رسائل ومن أهداف واضحة حول قضية الثقة بالنفس، وهل فعلا تأثروا سلبا وإيجابا أم لا؟ حاضر حاضر يا مه، إن شاء الله استراتيجية مواجهة الضغوط. حاضر حاضر إن شاء الله. كاميليا من الجزائر، إيجابيا أكيد، بنحفظك وبارك فيك. ما تعليقك على ما هذه الجولة؟ أعلم أنك يعني كأنك تودعي زملائك، ولكن إن شاء الله لا وداع، فأنتم جميعا مجموعة رائعة جميلة، ستكون معنا دائما إن شاء الله، ويزيد عليكم من يضاف إلينا. دي موجب. طيب ماشي، شكرا.
اللمة لوحدها إيجابية في الموضوع، الجمع ده وتلاقي الأفكار دي وهذا الثراء ومسألة الربط والتأصيل يا أستاذ خليل، والربط بين ما هو حضاري وبين ما هو نفسي وبين ما هو تراثي، كلها أمور مهمة جدا. هند بتقول لغة الجسد ولغة الوجه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. مها بتقول المشاركة، خدوا بالكم أنا قلت لكم قبل كده كذا مرة، أنا سعادتي مش الشاشة اللي بتبقى على الشمال اللي هي فيها الفيديوهات والباوربوينت، سعادتي أنا كمحاضر أو كمشارك أو كموجه بقراءة ما تكتبوه، هو ده أجمل شيء. يعني عينيا دايما على كل كلمة بتتكتب في هذا الجانب، ربنا يحفظكم. هو التحفيز طبعا مهم، ويمكن النهارده انا يعني ما بعتش ليكو شوية الهدايا بتاعتي، انما اهو يلا مع بعضها نصفق لكم ونحييكم، والنجوم هي اللي عايزين شهادات. مريت بظروف صعبة الشهور الأخيرة وانتهت الثقة وحاولت ردها بحاجات كتير، بس المحاضرة كان ليها أثر كبير. والله أنت رائعة، والله العظيم أنت رائعة، تسلم تسلم أخ سيد، ربنا يحفظك، كل التحية والتقدير لكم. ربط بين الدين ومحاولة تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا 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 أستاذة منال. حاضر حاضر يا إمام، حاضر إن شاء الله. في التوازن هنتكلم على لغة الجسد، التوازن. أحفظكم. شكرا أخ خليل، شكرا مهندس فضل، أنت بتغيب علينا كده وتقوم طالع بتعليقات جميلة، يعني مستمع جيد قوي ومنصت وشخصية سمعية، تحب إن أنت تسمع قوي وكده يعني. قول يا كاميليا كمان في حاجة، ايه هي؟ وكانت الاستفادة متقسمة، جزاكم الله خيرا ونرجو من المزيد. عاوزين تنصح بقراءات كتب، تنصح بقراءتها في تنمية الذات والثقافة والمحاضرات القادمة ان شاء الله. هنجتمع، انا اتمنى ان الفريق اللي معايا يستمر معايا ويضاف اليه بجد. وإدارة الوقت، حاضر ان شاء الله. في حلقة عن إدارة الوقت ليا على اليوتيوب، ابقى شوفوها، ايه رأيك؟ مين اللي معانا يا سيد يا أستاذ سيد؟ في حلقة ليا من زمان في التلفزيون عن إدارة الوقت، شوفها. ممكن بعد إذنك وأنت فاضي كده اعمل سيرش على اليوتيوب، قول إدارة الوقت دكتور صلاح عبد السميع، وشوف الحلقة لعلها إذا كان فيها حاجة هتفيدك شوف، ما فيهاش أدينا هنكمل سوا. كنت بحس إن الملائكة كانت محيطة بينا، مش عارفة إذا كنت أنا الوحيدة، والله أقسم لك بالله ولكل الإخوة معانا، وهو إحساسي بالضبط، وهذا هو إحساسي وإحساس الجميع. هي جلسة خالصة لله سبحانه وتعالى، وأنتوا نواياكم جميلة وطيبين، وأنا بحبكم كلكم، وربنا ينفع بيكم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا سلام، نعم، رائع، شكرا أخ محمد، ربنا يحفظك. ورابط المحاضرات أهو يعني سوما ربنا يحفظها جابها لكم يعني، وطبعا كذا مقطع ربما من 1 لـ10 أو حاجة زي كده، إنما الكتب خلينا نحطها، ما هو هم حطوا لنا رابط المكتبة الإلكترونية وإحنا اتفقنا هنختار منها ونبدأ نلخص. وكاميليا قالت أنا خلاص بدأت أشتغل، إنما أنا عايزكم أنتوا تختاروا المجال اللي تحبوه وتقروا فيه، وكل واحد يقول لي والله أنا هقرأ في الموضوع الفلاني، هقرأ في كذا، أنا حبيت أقرأ هذا الموضوع. الكتب الإلكترونية كتيرة جدا موجودة، نشوفها يعني.
وهيثم ربنا يحفظه ويبارك فيه، اتمنى حد فيكم كده يتفرغ بعد اذن حضرتك استاذ هيثم، يجمع كل اللقاءات المتلفزه اللي هي الخاصه بيا ويعملها قناه ويخليها قناتي على اليوتيوب، سواء معاكم او اللقاءات الاخرى يعني، لان انا يعني الواحد برضو قليل بنفسه كثير بمن حوله، يعني الواحد بجد هذه الامور امور الدعم التقني وال يعني انا سبق وقلت معانا 30 حلقه، 30 حلقه مده الحلقه 8 دقائق، يعني وقت قياسي رائع، عنوانها في واحه التربيه. عايزين حد ياخدها يرفعها على اليوتيوب، عايزين حد يرفعها في واحه التربيه، 30 حلقه فيها حوالي 10 حلقات او اقل عن انماط الشخصيه وسبل التعامل معها. فاللي يلتقي بيها وياخدها ينقلها على الهارد ويرفعها، جزاه الله كل خير، هو ده العمل اللي احنا عايزينه، لان الحلقه في التلفزيون بيشوفها كان بيشوفها 20,000 100,000 لو في مشاهده على مستوى الكون يعني بيشوفها قد ايه، انما في النت خلاص موجوده موجوده خلاص. استاذ سيد نسق معايا، يا اما تزورنا في الزمالك في مركز ضبط المعرفيه او في الجامعه في جامعه حلوان، وانت جاي تجيب الهارد بتاعك معاك وتاخد المد الحلقات انت في الإجراءات. ماشي يا عم سيد، ربنا يبارك فيك ويكرمك، خلاص نبعتها لك الامارات. اخي محمد من ليبيا، انت حضرت معي اليوم فقط، وانا لي الشرف ان التقي باحبتي في ليبيا واسعد بهم في كل وقت، ونسعد بك أخ سيد عندما تنزل إلى القاهرة أو إلى مصر أو إلى المنصورة، وطني وموطني الذي أعتز به. هند بتطلب رابط المكتبة، هند بتطلب رابط المكتبة، وتونس لها مني كل الحب والتقدير أخ خليل، وأستاذة كاميليا من الجزائر، وكان معنا بعض الإخوة في الحلقات الأولى من المغرب ومن اليمن، أهل اليمن لهم منا كل التقدير والاحترام، وكذلك إخواننا المقيمين في الإمارات وأحبائنا بالمملكة العربية السعودية لهم مني أيضا كل التقدير والتحية والاحترام. أستاذ هيثم وفريق العمل بالأكاديمية لهم مني أيضا كل الحب والتحية، كل من يستمع إلينا وكل من كان معنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وسنعلن عن برنامج الأسبوع القادم إن شاء الله، الأسبوع القادم بإذن الله الثلاثاء والأربعاء نحن معا سويا من كل أسبوع على الهواء عبر هذه الأكاديمية الرائعة الجميلة اللي عملها خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هاجي للجزائر، والله إذا وجهت لي دعوة من أهل الجزائر سواء كانت مؤسسة أو مركز أو كده، يعني إن شاء الله سنكون بالعكس، هي من الدول التي يعني نعتز أن نكون بها، هي والمغرب وتونس وليبيا أيضا. أما أجي إن شاء الله نلبي الدعوة ونلبي النداء إن شاء الله، ونشرف بيك ونسعد بيك والله بصدق يعني، وأنتم مدعوون إلى مصر، ومهندس فضل في اليمن يعني حب والتقدير لأحبائنا، وإلى كل جبل في اليمن رائع بشكله جميل بأهله له منا كل التحية والتقدير، وإلى روابي وجبال تونس الخضراء الجميلة والجزائر، وايضا طرابلس في ليبيا وطرابلس في لبنان. النهارده الاستاذ عائشه مش معانا، لعل غيابها خيرا ان شاء الله. اشرف بيكم يا باشمهندسه كاميليا ونسعد بيكم، واي دعوه توجه لينا من اي قطر من الاقطار العربيه بصدق سنكون في غايه السرور والسعاده
لكي نكون بينكم ونسعد بكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كل التحية والتقدير إلى أحبائي في مصر الحبيبة، لهم مني كل الشكر والتحية والتقدير. سلمتم وبارك الله فيكم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في أمان الله، بارك الله فيكم، نراكم على خير الأسبوع القادم. سنعلن عن البرنامج إن شاء الله. إذا كنا سنتناول حلقات التوازن، سنبدأ الموضوع ببانوراما التوازن إن شاء الله. شكرا أستاذ مهدي من الجزائر، شكرا أخي خلي من تونس، لكم منا كل التحية والتقدير. بالتوفيق يا سومة، وأنتم على أبواب الامتحانات. شكرا أخي الحبيب أستاذ محمد حسني، بارك الله فيكم، للدعم كل التقدير. شكرا دكتورة داليا. الاختبار نرسله، أنا أرسله إليهم إن شاء الله، وهم يحددوا كما تحبوا. ممكن يبقى أونلاين، ممكن زي ما تحبوا يعني. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. أراكم على خير أيها الأحبة الكرام. سلمتم وبارك الله فيكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.